عواء الذئب فإنه أصدق من فحيح الوجه المتلون. ردد عواء الذئب فإنه أصدق من فحيح الوجه المتلون. وترى من خلف الوجوه وجوها تضم لقسوتها ما كانت لإنسان. وترى من خلف الوجوه وجوها تضم لقسوتها ما كانت لإنسان. شبك حبيبي؟ 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 لا لا تقلي ما في شي. حبيبي شبك؟ ليك أنا ماني متحركة من هون لحتى تحكي لي شو في. اهلا وسهلا مالك بيك، زارتنا البركه. اسكت انت حاجه كولكي، انا جاي لعنادو اليوم. مثل ما بيقولوا خير النساء الولادات. الله يخليك يا عمو، تسلم لي. بدنا نسمي الصبي مالك والبنت انا، شو رايك؟ هلا المهم انك تقومي بالسلامه، وبدي يصير عجقه وهيصه ويتعبى اولاد وكلهم ينادوا جده وجده. ان شاء الله يا رب. تفضلي يا عمو، ما في شيء من واجبك. يا الله شو حلو يا عمو، يسلم هالايدين يا رب. يا عمي بيطلع لك حقك. عمو بس إلي منك طلب صغير. انت طلباتك اوامر. بصراحه انا عمل لي كثير وحابه اني بلش شغل. ايه شو علي، بس تقومي بالسلامه ان شاء الله بنخلي الشغل على ودنه مثل ما بيقولوا. يا عمو بس شو بس قولت، يعني باقي لسه 9 شهور. أنا في براسي مشروع كتير مهم حكيت فيه أنا وحازم، بس هو بده شوية دراسات وترتيبات ماشي، أنت جهزي الدراسات والتحضيرات وبس تولدي بالسلامة بتبدي شغل. وبدي حازم يكون معي. ليش حازم فاضي؟ ما بدي أشغله كتير، بكفي إشرافه. ليش وين أنا عمو؟ أنا مستعد أشرف لك على كل شيء. يا لطيف شو بعرف أشرف، أنا أشرف واحد بيشرف.
منيح انك فايقة. فاضي احكي معك شوي؟ ايه طبعا فاضي. عم تحكي مع ابوكي؟ شو اخباره؟ حكاني من شي اسبوع كان حابب يشوفني، بس انا كان عندي فحص بالمعهد ما حسنت. وبعدين ما حكى يعني؟ لا. طيب ليش ما تتصلي فيه انت وتطمني عليه؟ يوم المساء بحاكي. ايه انا حاسه انه ابوك نسينا على الاخر. مستحيل، بابا بينسى حاله وما بينسانا ان شاء الله. هلا قلي لي شو قررتي؟ بدك تعملي الدورة عند عمو حسام؟ حكيت معه قولت امبارح، وقال لي انه رح يفتح دورة جديدة الاسبوع الجاي ورح يحط اسمي فيها. تانية اعترفي ورجعي الذهبات احسن لك. ارجوكي مدام، انا ما اخذت شيء. يعني مين بده يكون اخذهم؟ انا ولا مالك ولا لينا؟ ما في غيرنا بالفيلا. مدام صلي عندكم 6 سنين، بحياتك شفتيني مديت ايدي على شيء؟ شوفي ولي، معك من هون لبكره، يا بترجعي الذهبات اللي سرقتيهم يا بتكملي بقيه عمرك بالسجن. مدام انا ما اخذت شيء. انا قلت اللي عندي. شافي العين وشي. شوفي ماما هالحراميه سارقه 4 قطع ذهب من اوضتي. انت شفتيها؟ اكيد لا، يعني لو شفتها ما كنت خليتها تسرقهم. معناتها بلكي مو هي. لكن مين؟ انا بجوز مخبايتيهم بشي محل ونسياني. لينا انا بحياتي ما غيرت محل صيغتي. طيب بجوز تكوني يعني. خلصنا بقى لينا، شو عملتي لي اياها سيره؟ كل كلمه وكلمه بجوز بجوز. هي اللي سارقتهم، واذا ما بترجعون بدها تقضي بقيه عمرها بالسجن. هلا انا بس بدي افهم ليش. فهميني. لك ما بعرف يا امي، والله ما فات لجواتي، ما عم تتقبلوا نفسي. ليش يا بنتي؟ ما ربيعه حلاوه ونضعيفي ونشيط. هلا هي يعني المره شو بدها من الرجال؟ انتو هيك ربيتونا، والبسط والانشراح والفرح وينهم؟ هلا هذا كله بيجي مع الوقت يا امي. كل ماله عم يزيد، لك عم بحسه غليظ ما عم بقدر اهضمه. طيب مو انتي اللي وافقتي عليه؟ شو بيعرفني؟ حدا كان فيه يقول لك ايه او لا؟ امي كانك عم تحمليني مسؤوليه. ما طبعا ما هي مسؤوليه انك تكوني حره باختيارك، هي اسمها مسؤوليه. بعدين هو له مستقبل. بس انا مو هيك فهمت منكم. انا فهمت منكم انه ابوه كان مسؤول كبير يعني مدكن. إيه هذا كله حكي فاضي. هي اسمها مشاكل الانتقال من حياه لحياه، من بيت لبيت. كان يا امي انا شو عم بعمل لحتى شايفني مبسوطه؟ بس انا لاحظته، وانا لحد هلا ما غلطت. شو هذا الحكي؟ ما بدي اسمعه مره ثانيه. ها كان انت شو مفكره امي؟ قضيت مع ابوكي ايام اصعب من هيك بكثير، وما تواخذيني يعني ابوكي مو هداك الرجال المهضوم، وما فكرت بهالطريقه. هيك الحياه. بس انا ماني مضطره اعيد تجربتك. ليش شبه تجربتي؟ علمتكم وابوكي نجح وعملنا انجاز كبير. هي بس انا ما بدي هيك امي، ما بدي هيك. ليكي ولي لا تضلي عم تنقي، كل شيء رح يتحسن. انضبي امي. ماشي.
طيب هي كيف تعرفت عليه؟ كانت عم تحكي مع وحدة اسمها سمر على الشات، وهي اللي عرفت عليه. طب انت رحتي مع شي وقت شافته؟ لا ابدا. خلاص محلولة، انا بحل المشكلة. استاذ عامر اذا بتريد. شو؟ انت وعدتني انك ما تعمل اي شي يزعجها او يضايقها للينا. لك ايمان خلاص، ما انا وعدتك ولو، بس انا صار لازم امشي. تمشي معي ولا بتقعدي؟ لا ماشي. يلا يسلموا. ايه ايمان، لا ما زبطت القصة. لك شو عرفني، تهمت لتانية فيهم، زعلت عليها كتير، حملت حالي وطلعت رجعتهم على الغرفة. شو بدي اعمل، يلا خيرة بغيرها. ايه هيك احسن. ليكي لينا، انا بالطريق وماني قادرة احكي معك، بس اوصل على البيت بحاكيكي. يلا باي. الله لا يسامحني، انا شو عملت؟ هو مشيت معي معي لوين؟ بدي اخذك على المزرعة. بلاها مو جابان يطلع على المزرعة. اسمعي بلي، تتذكري اخر مرة حكينا فيها؟ من وقتها وانا عم راقب لك موبايلك. اليوم الشباب خبروني عن قصة بديعة، فقبل ما يحسوا اهلك على شيء وتكبر القصة مش معي عالسريع. يلا يلا فوق. حبيبتي ليش عم تبكي؟ البكي ما حيفيدنا بشي. معك حق، ما عاد في شي بيفيد. لا في، في انه نحن نطلب من الله انه ما يطلع معي سرطان، واذا طلع معي انه يشفيني. بس مستحيل، مستحيل انت تتركني، أنا ما بقدر أعيش بعيدة عنك. لا حبيبتي، إذا صار شيء لا سمح الله لازم تقدري. قلي كيف؟ طيب روقي لحتى جاوبك، روقي. حبيبتي، إذا أنت عم تبكي علي لازم تعرفي إنه أنا أخذت من الدنيا أكثر مما بحلم، وكل دقيقة قضيناها مع بعض أنا بتسوى عندي ألف حياة. مع هذا الشيء أنا ما بقدر أعيش بدونك، مستحيل، مستحيل. هادي حبيبتي حبيبي حبيبي، اشتقت لك انا، اشتقت لك. اشتقت لي يا ماما. يلا دوري. حبيبي حبيبي. اهلين حبيبي، جيت بوقتك. يلا يلا ها ها ها. حاضر. شو بدك كان يساوي؟ ولا شيء. ما بدك كان يساعدك بالطبخ؟ لا، الغدا جاهز. لكان على شو اجيت بوقتي؟ هيك لاني اشتقت لك. ايوه انا كمان اشتقت لك، بس شوفي هلا هو بصراحة في شيء، بس ما بعرف يعني خبرك يا هلا ولا بعدين. لا خبرينا هلا. شوفي نحن الثلاثة بعد 8 شهور رح نصير أربعة. عملتي تحليل؟ ايه بالمخبر وبالبيت. الحمد لله الحمد لله. هلا انا كنت بدي اتصل فيك وخبرك اول ما عرفت. ليش ما اتصلتي؟ خفت كركبك قدام الطلاب. انت مو بس كنتي كركبتيني، اكثر بكثير. قديش انا بحبك. يلا اخي انا ما بتفرق معي،
بدك بلبنان بسلمك، بدك بدبي بسلمك، بعدين باسبور لبناني باسبور سوري كمان ما بتفرق. اذا بدك تستلم بدبي الفيزا عليك. شو الفرق بين لبنان ودبي؟ لانه نحن اتفقنا وحكينا كان على لبنان. لا لا لا، اهم شيء عندي الضمانات. ضمانات؟ ضمانات شو حبيبي؟ هذا كله بايد رب العالمين. ونعم بالله، بس هذا الكلام ما بيخلق مشكله. يعني بالاخير بالاخير هاي بنتك. شو بيضمن لي انكم تسلموني اياها؟ وانا شو بيضمن لي ما يعتقلونا؟ ما ننكمش؟ انا عم بدفع. وانا عم خاطر حبيبي، معلش عدم المؤاخذه. انتوا قاعدين بالطراوي وانا اللي عم خاطر بحياتي. بعدين بالاخير مثل ما قلت لك هاي بنتك، يعني خطفها بالنسبه لك يعتبر جنحه. وضح قصده يقول لك. اخي ما عندي ولا ضمانه، ولا شو رايكم كمان اعملكم تامين بالبنت؟ يطول بالك، انا كل قصدي. انت شو عرفك بعالمنا؟ بشغلنا، بطرقنا؟ معلش عدم المؤاخذه، نحن هيك شغلنا، انت بتدفع ونحن بنشتغل، يعني اتفاق جنتلمان. حبيبي هذا اسمه بزنس، وانت طالما قدران تدفع ففيك تدفع وتحصل على اللي بدك اياه، بس باراده رب العالمين. فهمتني؟ طيب عود عود، شبك كانك مستقلع. لا لا ابدا، انتوا على راسي وعلى عيني، بس يبدو ما في ثقه، فخلونا. طيب اعطينا فرصه لحتى نفكر، معقوله ما بتعطينا فرصه؟ اوكي حبوباتي، فكروا على راحتكم، انا ما عندي اي مشكله، بس بجوز شروطي تتغير. ها سلام. واثق منه؟ ايه حكيتي لي كل شيء هلا. ها عن جد يا عموري حكيت لك كل شيء كل شيء كل شيء. كثير منيح. لك انا اللي مركب قرون لألف زلمه وزلمه، جايبتي لي هلا واحد صر معي مشان يركب لي قرون؟ انا اسفه والله ما بقى عيدها. لا ولو عن جد عن جد شكرا كثير. لك انا ما قلت لك اني انا ما نزلت على الشام وتركت كل شغلي هون بس مشان فهمك ونبهك حقيقه الدنيا؟ ولك عم بسالك جاوبي جاوبيني. قلت لي قلت لي قلت لك كمان انه شباب هاي الايام كلهم كذابين وملعبين وملوا بالبنت السهله والرخيصه وبيدوروا دوارة على البنت المحترمه اللي بتعذبهم شوي ما يحصلوا عليها. قلت لك ولا لا؟ بلا بلا. وما قلت لك كمان انه شباب هاي الايام ما بيستاهلوا نظره من بنت لانه ما بدهم شيء منها الا الجنس؟ بلا؟ اي ولا لا؟ بلا مزبوط قلت لي. ما دام بلا ليش ما عملتي مثل ما قلت لك؟ ليه؟ شو بو هاد جبت لي اياه؟ شو عم يشتغل ببلاش يعني؟ يا اخي مو ببلاش مو ببلاش، بس كل مهنه لها خصوصيتها. صاير محامي دولي يغسل عين عنك. وضح. هذا الزلمه مجرم ومهرب وقلقلة واسرار مهنته ما بيعطيها لحدا، يعني ما بيعطي اكثر من اللازم. بس بهالطريقه بيكون عم يخلي مسؤوليته. مسؤوليه شو؟ مسؤوليه شو لك وضح؟ المهم هلا انك تفكر وتاخذ قرار. يعني هلا بفهم من كلامك انك كثير مبسوط؟ رح طير من الفرح، شعور ما حسيت فيه من قبل. بتعرفي وقت كنت صغير كانت امي الله يرحمها تقول مو اغلى من الولد الا ولد الولد. ما كنت افهم معنى الكلام. بعدين كبرت، تزوجت، صار عندي اولاد. كمان ما فهمت المعنى. بس اليوم لما دريت انه زوجة حازم حامل فهمت شو يعني لما كانت امي تقول مو اغلى من الولد الا ولد الولد. ايه ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي، بس كاني حاسك مو فرحانه. لا بالعكس انا مبسوطه كثير، بس بس شو؟ انا متمنيه يكون عندي ولد. ما فهمت. عيدي عيدي. انا بدي ولد منك. ايه ايه منك،
ليش ما نجيب ولد يملي علينا حياتنا؟ مسؤولك مجنون انت؟ شو هي ولد ما ولد شو؟ لك شو عم تحكي انت؟ ليش؟ انت جوزي وهات حقي، ليش ما نجيب ولد؟ انا عم اقول لا. اوعيك رهاب، اقسم بشرفي اذا بيصير هيك شيء لاذبحك واذبح اللي ببطنك. انت شو جنسك؟ ليش كل هالقد قاسي علي؟ انت فعلا ما باين قاعد معك. القعده معك صارت وجع الراس. هلا هيك؟ واكثر من هيك، انا لازم لاقي حل. وشو الحل مثلا؟ انك تخلص مني؟ طبي 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 لسانك، طفع معي الكيل. طبي لسانك. ش ش ش بس لازم تعرف شغله مهمه يا استاذ، امي دريت بكل شيء، انا حكيت لها كل شيء. شو قلتي لها يا بنت الكلب؟ شو قلتي لها؟ والله مو بايدي، حكيت لها انه كتبت كتاب براني. ايش بتحكي؟ غصبا عني، الله وكيلها غصبا عني. والله لسانك لصه، اقسم بشرفي لصه. لا لا شكرا. يا جماعة نأذنكم شوي. أول شيء مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. طبعا أنا اليوم سعيد كتير لأنه ابني حازم ومدامته الدكتورة نادية بشروني أني رح صير جد. بقى بدي أعزمكم أنه نسفق للحفيد القادم. وطبعا نحن عادة كل سهرة منبداها برقصة أنا وحبيبة قلبي ورفيقة عمري فاتن، بس هالسهرة بالذات حازم همسلي إنه عنده رغبة يبدأ برقصة هو ومدامته الدكتورة نادية، فاسمحولي أعتذر أنا من حبيبة عمري ورفيقة حياتي وأغلى الناس على قلبي فاتن وأعطي الرقصة لحازم ونادية. عن جد أنت اللي طلبت من عمي نبلش السهرة سوا؟ طبعاً. بتمنى يكون هذا الشيء صح، بس حاسستك مو مبسوط. أعوذ بالله، أنا أكثر واحد مبسوط بالدنيا. فيني اسألك سؤال؟ تفضل. هلا انت شو عامله بحالك؟ انا؟ بصراحة انت اليوم طالعة مو أحلى وحدة بالسهرة. انت طالعة أحلى وحدة بالشام. شكرا.
وبصراحة كل يوم بلوم حالي زيادة لأني غلطت غلطة عمري أني تأخرت عليكي. إيه بصحتك. شو؟ ليش لينا ما اجيت مع اخوها عامل بالمزرعة تحضر الحفلة؟ قال متضايقة وبدها تقعد بالمزرعة. ومن ايمتى حضرت جنابه بدير باله على اخته وبيهتم فيها؟ هلا عم يهتم، شو المشكلة؟ لا لا في مشكلة ولا شيء. شو رح تعمل مشان تانية؟ شو بدي اعمل يعني؟ ما راح اعمل شيء. شو؟ شو شو؟ المخلوقة صلى عنا كذا سنة وبحياتها ما بدت ايدها على شيء. شو يعني؟ يعني إذا ما بدك إياها يا ريت تقولي بشكل مباشر هيك ما بدي إياها. بلا ما تتبليها تبلي الله يرضى عليك. لهون وصلت معك؟ لهالدرجة شايفني حقيرة؟ لا لا. الله يسامحك. أنا مالي شايفك. أنا مالي شايفك نهائيا. إيه أحسن. عمورة شو ناوي تعمل؟ ما بعرف لسه ما أخذت قرار. يعني مو ناوي ترجعني اليوم على البيت؟ قلت لك ما بعرف. لعمة بعيونك لعمة. لك كيف قدرتي تساوي هيك؟ يعني إذا أنت ما همتك سمعتك، سمعت أمك وأبوك ما همتك، لك أنا سمعتي ما همتك. أنت بدك تجنّنيني. لك جنّنيني نظامي. كيف قدرتي تساوي هيك؟ والله يا عموري انا بعرف اني غلطت بس وحياتي. خلاصي خلاصي ولا حرف. لا من وشي. بدك تحركي تحركي. حلو. حلو كتير كتير. مبروك مبروك عليكي. علي انا؟ اي كنت معرقه اليوم من قدام الصايغ اللي انا بتعامل معه وشفت هذا الخاتم دغري اشتهيت لك اياه. ميرسي. ما كان في داعي تعذبي حالك. دخيلك شو هالعذاب؟ صحيح. طمنيني شو اخبارك انت وحماتك؟ حماتي؟ حرب بارده. كيف يعني؟ يعني مقضينا انا وياها هيك تنقيرات من تحت لتحت بس ولا وحده فينا حابه تبدا بالمشكله. ولأمتى هالحالة؟ شو بعرفني؟ خليها على الله. صحيح. ما سألتي لي حماتك عن أخبار حماتي المصون؟ بتعرفي مو بقى شفتها من يوم تلتقيت فيكي. طيب ميمو توقبشيني أنت. حاولي تلتقي فيها اليوم ضروري. يعني أكيد رفقاتها بيكونوا جايبين لها أخبار عن حماتي. وأنا بيني وبينك يعني حابة هيك أعمل لها سمت بدنا بهاليومين. خلص تكرم عيونك. والله هلأ بحاكيها وبعزمها لعنا اليوم. أوكي توقشيني. أنا والله ما عاد فهمت عليكي. أنت شو بدك بالضبط؟ تجارة ما بدها شطارة ببلد ما بينتج شي. بس أنا ما خرج أسواق ومحاسبة وبيع وشراء. كمان هي تركيها علي. وكيف هي عليك؟ أنت مانك فاضي. خلص شو بدك؟ كله عقود 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 بالتراضي. يعني انت لا رح تشوفي بضاعة ولا رح تشوفي مصاري ولا شيء. كله بنوك. والله ما عم بفهم. انت مو عم تقولي انك ماني خارج اسواق؟ خلاص منشوف بهالوزارات شو ناقصهم بضايع ومنجيب لهم اياهم. الهم خصوصي من المينا للمستودعات. ليليان شبكي خايفة؟ لك شغلة ميت مناقصة ومناقصة. شبكي؟
يعني قصدك مثل اللي كنا نشتغلهم بالمكتب من وقت لوقت؟ بالضبط، هنيك كنا نعملهم هيك على الهامش، هلا منوسع. اوكي. بس انا براسي مشروع عقارات. العقارات هون معدة، استثمار طويل وبده متابعة. لا لا مو هون، بالامارات. بدبي فينك تاخدي عقارات لمجرد دفعة أولى وبترجعي بتبيعيهم. بس أنا ما بفهم فيها. شو بدك؟ مو عم تقولي شراكة؟ منغطي هالنشاط بشركتك قدام العالم، على أساس أنت صاحبة الشغل. قدام أنو عالم تقصد؟ أبي مثلا. أبوك؟ اللي هو بتخفى عليه الخافية؟ بتخفى، منخفيها. المهم يكون عنا شغل، بزنس، كتلة مالية. إذا صار ما صار بيني وبين أبي، كون جاهز لكمل بدون سلطته ومعارفه ونفوذه. هلأ فهمت. في مصاري كتير لازم نلمها. يعني والله مو معقول انت عم تشتغل وانا قاعدة. حبيبتي انا اشتكيت لك شيء؟ لا مو اشتكيت لي. معناها ريحي حالك، وقت اشتكي لك حقك تحكي. طيب وبلكي انفسدت اخلاقي وتعودت على الراحة. يا ستي وقتها بكون راحت علي. حسام بدي اسألك سؤال بس ما بتتضايق. تفضلي. هلأ بكرة بس تيجي بنتك أو ابنك رح تحبهم أكثر من يارا؟ وشو رأيك أنت؟ ما بعرف بس بيضل ابن الحقيقي له وضع خاص. أنت حسيت شي مرة أني عم اتعامل مع يارا مو كأنها بنتي الحقيقية؟ لا أبداً ولا مرة حسيت هيك. معناتها خلاص ريحي حالك من الموضوع، يارا رح تضل بنتي حتى لو الله رزقني 10 أولاد غيرها. يارا أهلا وسهلا. تسلمي لي. والله امبارح بالليل حكى لي ربيع عن حضرتك قد ايه تعذبتي بعد وفاة أبو الله يرحمه، وساعتها حسيت حالي كثير مشتاقة لك وقلت إذا كنتي فاضية اليوم بدي أعزمك على أكل يوم تحت إيدي. تفضلي. الله يرضى عليكي. وقلت لنادية وحماتها يجوا بس قال ما فاضيين، مالك بيك عازمهم مدري وين. آه إيه بجوز. بتصدقي؟ أنا أحياناً بحسدهم لفاتن ومالك بيك على المحبة اللي بتجمعهم. أنا مثلك كنت هيك مفكرة، بعدين اكتشفت الحقيقة بالصدفة. طلع كل شي اللي عم بيساووه قدام الناس كذب بكذب. لا شو هالحكي؟ وانت شو اللي أخذك لعند حازم؟ أنا ما رحت لعنده، تليفون وأربع خمس إيميلات قام وقع. لك أخي شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ بدي أعلمه شلون يحترم جوز خالته، مو يفكر حاله بالمسؤول يحتقر الناس. هلأ المهم قربت كسر له راسه وراس أبوه كمان. هلأ المهم وصلنا لاتفاق، 100,000 دولار لبيروت ومثلهم لدبي. شو هدول؟ لك شو هاد؟ يارا يا حبيبة قلبي اشتقت لك كتير، قوم خلينا نعمل مشوار. هلأ مو وقت هالحكي، خليني أفكر شوي. ما في تفكر، يا إيه يا لا. شو هالحكي هاد؟ هدول مصاري. تصور انه هدول المهربين يصير عندهم حقد عليك مثل ما انت حاقد على سلوى وعيلتها من ورا المصاري؟ طبعا بقى شو قلت؟ بخاف يلوصوا معي. اخي هذا القرار على مسؤوليتك انت، يعني انت اللي بدك تقرر يا ايه يا لا. يسلم ايديك. الشفا ان شاء الله حبيبي. شو رأيك تتصل بالحكيم وتسأله عن نتائج التحاليل؟ لو طلعت كان خبرني. حبيبي طيب جرب شو خسره؟ صدقيني ما في فايدة. على كل أنا بكرة رح روح لعنده، يعني هو بيحكي بيقول لي شو صار بالتحاليل، ومنه كمان بدي شوفه لحسام. بدك تتدين منه؟ لا. لكن شو؟ في موضوع حابب أحكيه معه. بترجاكي ما تسأليني حبيبي. أنا طمني يا روحي خلص، بس أرجع بحكي لك كل شيء. كنت أفكر اليوم ما أتصل فيكي بس ما قدرت. وليش ما كنت بدك تتصل؟ حبيت أعرف إذا أنا ما دقيت لك أنت ما بتدقي لي، ولا بتقولي خلص يلا أرياح إجت منه. لا هيك ولا هيك. لكن شو؟ يعني لو ما دقيت كنت قلت لحالي صاير معك شيء أو مانك حابب تحكي، كنت تركتك على راحتك. بس أنا كنت بحلم أكتر من هيك. قلت لك خلي حلمك على قدك. بتعرفي حنان؟
أنا كنت بتمنى نلتقي أنا وياكي بغير هالظرف وبغير هالطريقة. ما كانت حتزبط. ليش؟ لأني مستحيل كنت أسمح لحدا غريب يحكي معي. إيه بس أنا سمحتيلي. لأني حبيت أعرف شو كان بدك مني ومن ماما. وهلا؟ هلا ما بعرف شو صار لي. بس اليوم الظهر كنت عم أقول لحالي إنه نحن ما عاد لازم نحكي مع بعض. بس بعدين قلت طالما أنت مهذب معي ومحترمني. يعني شو فيي إذا ضليت عم تحكي معي؟ طيب إذا طلبت منك نلتقي بكرة بتعتبريها قلة تهذيب أو عدم احترام لا سمح الله؟ أخي وصديقي حسام، سلام إلى روحك وقلبك. لقد كنت معي دائما نعم الأخ ونعم الصديق الوفي الأمين. ولذا فإنني أأتمنك اليوم على وصيتي الأخيرة. أحبك. أهلين أخي. أهلين. اسمعي، اليوم قررت رجعك على البيت. لا تفرحي كثير لأن طريقة حياتك كلها رح تتغير. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني الثقة اللي كنا مانحينك ياها هي بح بدك تنسي لي اياها تماما. يعني ما في موبايل، ما في انترنت، ما في تليفون ارضي، طلعات وفوتات بلا اذن مني انا شخصيا بدك تنسي لي اياها. يعني حتى لو ابوكي او امك سمحوا لك تطلعي مشوار بتتصلي فيني بالاول تاخدي اذن وعلى اساسها بتتصرفي. اوكي اوكي برافو عليك. شغلة تانية، هذا الصرماية اللي اسمه بديع بدك تتصلي فيه وبتقلي له انه ما تأمنوا معك المصاري. وبلكي نزل السعر؟ وبلكي نزل السعر؟ او ينزله بتفهمي انه القصة خلصت انتهيت. طيب وانت شو ناوي تعمل معه؟ بدي بوسه من بين عيونه. يعني معقول يفكر يركب لي قرون وما اروح لعنده اقول له ممنونك؟ عيب. ها دقيله يلا يلا. خارج ضغطي. لك الله لا يحرمك هالجدبه. هاتي لشوف. هاتي هاتي ننطر ليصير بقلب التغطية. شو ورانا؟ روحي من وشي روحي. أما شو طلع حماكي زوج مخلص ووفي؟ شي ما بيتصدق. هلأ هاش تلعبي لي بأعصابي لميس؟ قلي لي شو قالت لك حماتي؟ والله حكت لي كتير إشياء، بس أهمهم إنه قال في وحدة معه بالجمعية أكدت لأنه الدكتور مالك متزوج من إمرأة بالسر. ايه ومين هاي المرأة؟ ما بعرف. الله يسامحك يا لميس، ليش ما سألتي حماتك وعرفتي مين هي؟ لك سألتها بس هي كمان ما بتعرف. ايه عكلن هلأ مو مهم. المهم هلأ اني صرت قادرة ألعب بأعصابها للست فاتن إذا حاولت تزعجني. لوين؟ شو لوين؟ بدي أخذك على مشوار ما تنسي بحياتك. اه والله هذا الخبر بده احتفالي. ليكي رايحة ألبس ورجعت لك. ألو؟ ألو؟ أهلين؟ الله يسامحك، هنت لي أعصابي. ليش شو صار؟
أنا اللي بدي أسألك شو صار؟ لك لا لا كله تمام، أنا أساساً طلعت لينا على المزرعة مشان ما حدا يسمع بالقصة. طيب هي شكت إنه أنا اللي خبرتك؟ لك إيمان اطمني، أنا بيهمني إنك تضلي أنت برات الموضوع أكتر منك، طبعاً مشان نصير تحكي لك أسرارها وأنت تحكي لي. تعرفي بارح طول الليل أنا عم فكر شو ممكن قلك بأول لقاء لأنا شو ممكن أحكي؟ وليش كل هالشي؟ بصراحة يعني خفت أحكي لي شي كلمة أو أعمل شي تصرف تعتبري قلة تهذيب أو عدم احترام لإلك. شايف رح تندمي هذيك الكلمة اللي قلتي لي إياها. طيب ليكي شو رأيك نتفق أنا وياك اتفاق صغير، إذا سمعتي مني أي كلمة أو أي تصرف أو حتى نظرة بتحسيها فيها قلة احترام إلك فورا بتقولي لي، ولا تخلي الشيطان يوسوس لك. أوكي وعد؟ وعد وعد خلص وعد. كنت ناوي اتصل فيك هلا. شو طلعوا التحاليل؟ طمني ما في سرطان. الحمد لله دكتور. ما في داعي نعمل اختبارات وتحاليل مرة ثانية؟ بالنسبة لمرض السرطان لا، بس نحن لهلأ ما عرفنا شو هي سبب الأعراض، مشان هيك نحن مضطرين نراجع أكثر من أخصائي حتى نعرف شو هو مرضك بالضبط. أنا مستعد زور كل أطباء البلد، المهم ما في سرطان. شو؟ خير حماتي، شو الموضوع الضروري اللي بدك يعني فيه حتى خليتينا نجتمع؟ شوفي نادية، تعاملنا هيك قدام الناس مو حلو بنوب، يعني بيأثر على مظهرنا قدامهم. والمطلوب؟ شوفي نادية، كل عواطفك تجاهي ما بتهمني، لأنك كلك على بعضك ما بتهميني. وأنا نفس الشيء. شوفي هذا الكره اللي بيناتنا مو لازم يظهر قدام الناس، لازم يبين إنك بتحترميني لأبعد درجة وإني أنا بحبك كتير. ما بيكفي. شلون يعني ما بيكفي؟ يعني وإنتي كمان المفروض قدام العالم تبيني إنك كتير بتحترميني. وإنتي؟ أنا ساعتها رح أضطر إني بين إني بموت عليكي وبحبك كتير. ماشي اتفقنا، مع إنه ضربتين على الراس بتوجع كتير. صدقيني راسي رح يجعني أكتر منك. على فكرة أنت وحدة قليلة أدب ومو مرباية ببيت أهلك. الله يعين حازم عليكي، مو من قليل طلعت عينه لبرا. ليش الوحدة وقت ما بتكون مرباية ببيت أهلها بتطلع عين جوزها لبرا؟ لكان شو مفكرة بضل طول عمره متحملها؟ اي منيح. هلا فهمت ليش عمو مالك تجوز عليكي. رتل عواء الذئب فانه اصدق من فحيح الوجه ما كانت لإنسان.
سليم.